اللي صار اليوم انه نحن معنا اذن من وزير الماليه باخذ مقابله من مدير عام الجمارك بالانابه شفيق مرعي. شفيق مرعي اطلب مدير عام جمارك بيروت بالانابه بتركيا بس يشحنوا الثياب بيقولوا مطار بيروت لهشام السبع مع اذن من وزير الماليه لاعطيك حق الرد. رفض السيد مرعي إجراء هذه المقابلة. نحن مضطرين كنا أنه نعرض عليه شو اللي بين إيدينا ونحطه تحت طائلة المسؤولية. هذا اسم البرنامج وهذا الشيء اللي نحن نشتغل عليه نهج البرنامج. فاليوم كان الموعد إذا بدك دقت ساعة مواجهة شفيق مرعي. فنحن الحل الوحيد اللي عملناه أنه نزلنا على الأرض كنا عم نعيط له عبر مكبرات الصوت ونحطه تحت طائلة مسؤول. هاي السيارة اللي نزلنا فيها هاي صورة سيد شفيق مرعي. هون كنا نحن بلشنا هودي الجمارك هينا نحن هون بلشنا شالوا الصورة أوكي. وبلشوا دغري هجموا على المصورين وبدأوا بالضرب. لاحظ طريقة الضرب اللي عم تعرضوا للشباب من شباب مسترد كانوا هم يكشفوا الفساد بمطار بيروت. مش يغطوا على الفساد بهالطريقة ويتعرضوا للإعلام. هذا الشيء اللي كتير غريب. وجهاز الجمارك ما بعرف إذا دوره يضرب العالم ولا دوره إنه يراقب التهريب والفساد والبضائع الفاسدة والبضائع المهربة التي تملأ المظاهرة. شيء كتير غريب اللي صار. أنا هربت وركضت لورا لأهرب بالكاميرا اللي معي لحتى أجيبهم على التلفزيون. ركضت من فوق تمرق سيارة بوقف لي دغري بقول لي طلع بطلع معه بالسيارة. هو بوصلني على التلفزيون ووصلت المادة ولجيت لهون. فالمواطنين وطبعا دايما بنسمع هالكلمات الله يحميكم وانتبهوا على حالكم وإلى آخره لأنه هالدولة بتخوف. هيك يعامل الإعلام بلبنان من قبل جهاز مفترض أنه هو يكشف الفساد مش جهاز يعني ما بعرف شو ممكن ينقال. السيد شفيق مرعي ما قبل يعطي مقابلة بس قبل يضرب وصل عليه. الجواب وصل الجواب. فبعتقد انه هذا الشيء اللي عم يجرب النموذج يقدمه سيد شفيق مرعي بالجمارك. ميليشيات شفيق مرعي هجمت وعملت هذا الشيء اللي هلا انعمل. وضبوا رياض هلا موجود موقوف لدى الجمارك مش بس رياض لدى ميليشيات شفيق مرعي عدد كبير من الزملاء مش لانه نحن ما بدنا نعمم انه الجمارك كلهم هيك. في فريق من الجمارك يغطي الفساد ويتعامل بهذه الطريقه مع الاعلاميين ويعتقل الإعلاميين بهالطريقة. اللبنانيين هلأ هذا الشيء موجود تحت طائلة المسؤولية. في حلقة رح تنعرض اللي محطوطين تحت طائلة المسؤولية بهالحلقة أكثر. وهلأ طبعا يعني اللبنانيين بيقدروا يحكموا. الحلقة رح تكون مش هذا يعني مش اليوم ثلاثة الجاي الحلقة ورح يكون فيها طبعا كل التفاصيل كل الصور. وطبعا يعني ما حدا حيسكت على هذا الموضوع مش موضوع الضرب وبس موضوع المطار اللي فلتان. نحن المفترض انه نطلع نواجه مثل العادي يعني نعمل مقابلة عادية مع حضرة المدير العام بالإنابة. فتفاجأنا بعد 10 دقائق بيهجموا لينا 100 شرطي من الجمارك تقريبا واكثر لابسين الزي العسكري وكسروا معداتنا. هيدي الكاميرا الوحيدة اللي بقيت صاغ ونزلوا اعتدوا بالضرب مبرح على الزملاء رياض الرئيسي ورام الأمين وعلي شرام وأديب فرحات وعلي دلول وكسروا المعدات كلها وصحبوهم بالشارع كمان صاروا يسحبوهم بالشارع لفوتوهم. نعم مين في معه لرياض مين اللي في يعني مين هني خمس زملاء رام الأمين علي شرام علي خليفة أديب فرحات. رامي صار بالتلفزيون قدر يفعل. أنت لوين هربت؟ أنا هربت لحوني دراجين كمان منهم وناس مدنية فقدرت هربت لعند شو معه الناس مدنية؟ نعم